يا السلام عليكم خوتي في موراي تشانيل. عاد تاني هاد المره عندنا تيست رايد عاود تاني البلباله. اولا بعدا شكرا على التفاعل ديالكم في لي تيست رايد الاولى. احسن فيديوهات عندي انا في لاشين هما لي تيست رايد، ما عرفتش علاش، واش نقدم موتور مزيان اولا ما عرفتش. المهم عندنا هاد العفريته هادي لي MT07 العاديه، حيت كاينه فيها التراسر نفس الماكينه نفس كلشي، ما زايد لا فكاريناج الاخرى شي شويه. موتور اللي خطير في وسط المدينه، في واحد ديبار خيالي، موتور اللي ديال التقصار اللي بغى يقصر شي حاجه عندك هادي والزيرو ناف بجوجهم. هادشي اللي غادي نعرفو في هاد لا فيديو هذا، غنزيدو نتقربوا للموتور اكثر، نعرفو بعدا عن قرب نشوفو كونتور نشوفو هادشي وعاد نضربو بها دويره. يلا بقاو معنا. اخوتي دابا نتعرفوا على الطابلو عن قرب، نشوفوا لي زوبسيون اللي كاينه فيه. المهم هذا هو الكونتاكت ديالو، معروف تيكونوا معاه ثلاثه ديال لي كونتاكت، جوج كحل وواحد احمر. الشعله ديال الطابلو فيه واعره، الطابلو كما كتشوفوا ديجيتال مستل، ما تشوفوا هنايا ليسونس، كيلومتراج الموتور، الساعه، السرعه، المهم الرونفلاج، وواحد اللعيبه اللي فيه واعره هي انا تيبانو كلي رابور انا اش من فيتاس اللي داير، ماشي بعد مثلا 800 غير انا اللي دايرها له. صافي نزيد نتعرفو عن قرب شنو كاين. هذا كيلومتراج ديال الموتور ضرب 14900. هذه السخونيه ديال برا ديال الهواء الطلق، هذه ديال الموتور 72. شنو اخر؟ هذه خلاص لا مويان ديال ليسانس شحال كياكل غير التريب تريب بي. صافي هادشي اللي فيه، خلاص لا بي اس تشيك موتور، السخونيه، البولات الزيت خاصها درجة تقلع عاد تطفى، اللوكاج، الفار، المهم داكشي عادي بسيط ما فيهش من المود هذا. هادشي اللي كاين. واش نتوما شفتو الطابلو شنو فيه؟ نبدل زيد له خلاص انا سيبور ديال التليفون باش يشارجي التليفون، المرايات، زيد له هاد لابيول هادي باش تخرج الشمعة، السينيالات، هاد لي بروتيج قدام اللور، الديكالك، هاد البو هذا خطير، هذا ديال لوفينس، هذا شاري بلالين كومبلي ديالو، شراه بشي 5800 درهم، مقصح له لامورتيسور، ولكن واخا مقصح له لامورتيسور راه متلعبش في العلو ديال الموتور، تهبطو ولا تطلعو العلو تيبقى هو هو، تيرطب ولا تيقصح. هذا هو اللي كاين، نضربو دويرة بالموتور ونزيدو نتعرفو فيه عن قرب ونشوفو الجهد اللي فيه. يلا زيدو معانا. المهم اخوتي دابا نقلعو الموتور ونربو به دويرة ونشوفو هذا الموتور عن قرب ونزيدو نتعرفو عليه اكثر. خلاص تندورو كونتاك طابلو، شوف شوف، واو مهيب مهيب. واو سمع سمع سمع، واو شنقولكم طرطيقة، شنقولكم لهيبة لهيبة. ديبار، واو على ديبار، احسن ديالي هذا في الديبار. مرايات نقدم عليا انا، واش بغى يطير؟ بغيت تزهب بوحدو، يا سلام. مرايات شويه ديال المدلون الزرق، سمع سمع نغيمة، شاد الفيراج، موتور واعر في الفيراج، حسب معاه هو حاضر. نقارنوه مع 800، حيت شوف نقارنوه مع 800 واخا هو بيناتهم 800 تقارن كثر مع 09 700 800، يعني هذو قراب نقارنوهم، حيت 800 تنعرف انا مزيان. هذا فيه في الكوسان 80 سنتيم، 800 ديالي فيها شي 84 تقريبا، يعني هذه حادره، تنوقف تنحط رجلي بجوج ومثنين شي شويه يعني. وهذا معلومه اللي مهمه خص يعرفها اي واحد، هذا هو اول موتور فرنسا اللي تدير لوطو ايكول، يعني احسن موتور تدير فرنسا في لوطو ايكول هو هذا. دخلوا تقلبوا لما باش تاكدوا، يعني شنو يعني هذا الشيء؟ يعني هذا احسن موتور يمكن يبدا به الواحد هو هذا. نفس الموتور اللي كاين عند نسيم، لا فيديو اللي تفرج له قبل، اصغر دراج في مكناس، لا فيديو العنوان فيها اصغر موتور في مكناس، وما لاقيش معاه صعوبه، كيسوقهم مخير احسن من شي ناس كبار، دري صغير تيوصلو رجليه وكذا، يعني احسن موتور بغيتي تبدا هو 07، ما تيهمش الموديل، المهم 07.
نهضروا على البوا، نهضروا على الثقل. سو ABS هذه فيها 179 كيلو، يعني خفيفه بزاف مقارنه ب 58 كيلو. راه تبارك الله 179 كيلو. ABS فيها 131. الفيرسيون الاخرى اللي خرجت في 2021 اللي فيها الفار، فيها الفار صغير بحال البيضه صغير، المهم ما عجبنيش. هذيك فيها 184 كيلو، يعني تيختلفوا على حسب باش من الموديل، بلا بي اس ولا ماشي لا بي اس. عموما لا 179 لا 184، هذا راه موتور خفيف، تيتسمى موتور خفيف، يعني موتور خفيف اللي يبدا باي واحد ما عندوش مشكل مع الثقل، موتور اللي حاضر رجليك بجوج وما يوصلو، واخا تكون قصير مترو 65 سوق ومخير، يعني ما عندكش مشكل. واو، مع دار له هذا البو، كنت سكتو هذا شحال هذه قبل ما يديروا له البو. البو تيبين فرق 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 فرق. تنقول لكم موتور ناضي. عجبني، ما تسخرش تهبط منه. ووهو، عشان انا صويت ولا راه ما شاء الله ما شاء الله. اسمع سمعت التدويزه، كيقا غادي من الغم. احسن حاجه كاينه في هذا الموتور هي هذا البو هذا. واو، موتور اللي واعر في الفيراجات تتنعس به مرتاح، ما الا مرتاح والله. يعني الموتور كل ما تيكون حاضر كل ما تيكون مزيان الفيراجات. معاون صوت مخالف على ديالي، هذا تحس بيه بواحد الصوت واعر مخم ماشي تكون. ضربة، سمع سمع، ضربة واحد تقية واعرة. جاز برومير هذا تقي زال كيبقى مهزوز، شوفو مزيان دوزيام تاهي كتهز. هابا ويلي، ماشي امبرياج، غادا اكسيلاتور بوحدو، دوزيام لي تهز. واعر واعر، تروازيام تروازيام محال شي تهز، تروازيام خصنا بلاصة طويلة باش تكسيلا تهز. الفريناج ديالو تيوقف الموتور، عاد تقلع ما تنوش انك تهز ولا شي حاجه، عاد دير هكا بوحدي يعني. الطروار هذا موتور ديال التقصار، ديال الكابراج، ديال ستانت، موتور اللي واعر. حلوة حلوة حلوة، موتور موتور الحنين. بالنسبة للريزرفوار فيها 14 لتر، والتراسر ديالها الكبيرة فيها شي 17 على ما نظن. ريزرفوار اللي غادي يعني مشات كبار، الرجلين ديال كتحاكمها، شوف هاكما يعني موتور ندير له لعبة فورش باش يشدو فيها رجليك. ريزرفوار اللي تتبان كبيرة، كاين الاختلاف في الكاريناج من 2014 حتى 2021، 14 وقيلة حتى 17، فيه الفار مختلف، يعني فيه هذا تيكونوا فيه السينيالات في الرادياتور، الاخر السينيالات فيه في الفار في الاوبتيك. شنو اخر؟ فيهم اختلاف في الكاريناج شوية. ولا في واحد الشيء خاص راه باين الاختلاف ديالك فيه بحال قبيله صغيره ورا الوسط. شنو اخر نقدر نقول على هذا الموتور؟ هذا موتور اللي تيهضر على راسو، باين موتور ديال المدينه، موتور ديال المدينه اكثر من انه ديال الطريق. فيه ديبار اكثر من الطريق،
حيت الطوب سبيد ديالو هذا شي 200 تقريبا اللي قال لي شاد به مولاه دو بلاص بلاصه واحده عيا متكسيري الا متفوتوش 200 تقدر تفوتها على حساب بلا ستيلو فلاشيتي. شنو اخر المهم بنادم اللي ما عندوش مع الجدرة بزاف شي حاجة وكان قادر غاري الكونسوماسيو ديالو ما عرفتش بالضبط لكن المهم ما تكونش كبيرة بزاف غنتبدلو الكونسوماسيو ديالو هنا خليها لكم خوتي. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار وهذا هو التيست رايد ديال الام تي 07 كنتمنى نكون توفقت في التقديم ديال هذا الموتور وما نكونش نسيت شي حاجه لا نسيت شي حاجه فكروني ولا كتبوها في لي كومونتير بحال ديما ما تنساوش التفاعل ديالكم راه شنقول لكم راه التفاعل اللي لقيت راه ما كنتش كنتوقع بحال التفاعل كاع وانا يلاه بادي المهم ما تنساوش جيم بارطاج قديتو عليه اللي ما دارش ابوني ديرها باش ان شاء الله نتفرج الفيديوهات الجايين مازال جايه البلباله يلاه تهلاو ونشوفكم في فيديو جديد بيو.